كشف مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن العام الثاني لفيروس كورونا قد يكون أكثر صعوبة من الأول. وقال رايان: نحن ندخل العام الثاني للوباء وقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنظر إلى ديناميكيات الانتشار وبعض المشاكل التي نراها. وشدد المسؤول في الصحة العالمية على أن البيانات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن الإصابات بلغت الذروة مرة أخرى. وأضاف أن نصف الكرة الأرضية الشمالية خاصة أوروبا وأمريكا الشمالية يشهد عاصفة مثالية، لافتا إلى أن زيادة انتشار العدوى كانت نتيجة عوامل مثل الصقيع والزحام داخل المباني وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا. وفي السياق نفسه قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفن بانسل إن فيروس كورونا المستجد لن يختفي أبدا ومن المحتمل أن يظل موجودا إلى الأبد.